سنذهب الآن إلى محلل الأول الأسواق مالية في إكويتي جروب سركيز نزار، سنتحدث أكثر عن تطورات العملات الأجنبية. صباح الخير لك سركيز. صباح الخير، أهلا. أهلا وسهلا بك. في البداية سركيز، هل تطلعنا على آخر التطورات يعني مع نهاية التداولات يوم الجمعة، إن كانت في يعني الأسواق المالية الأجنبية الأمريكية أو حتى الأوروبية، كيف ترى حركة العملات أو سلة العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي؟ هل هناك أي تحركات ملفتة؟ بالتأكيد كان الأسبوع الماضي يحمل في طياته بيانات اقتصادية غاية في الأهمية، لعل أهمها كان ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليصل إلى أعلى مستويات منذ 40 عاما، وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع التضخم إلى 7.5%. هذا الارتفاع الهائل في التضخم أعطى الأسواق المالية سبب للاعتقاد بأن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ربما سيتخذ خطوات كبيرة لتسديد السياسة النقدية، من ضمنها رفع متسارع لأسعار الفائدة، وذلك لكبح جماح التضخم الذي ارتفع بشكل مفرط، وهذا ما أطلق موجة صاعدة جديدة للدولار الأمريكي ارتكزت على بعض العملات مثل اليورو وكذلك الين الياباني والفرنك السويسري، حيث انخفض اليورو مقابل الدولار من مستويات دولار و14 سنت إلى دولار و13 سنتا، فيما استقر الين الياباني عند 115 ين للدولار الأمريكي الواحد. هذه الحالة في الأسواق المالية تعطي المتداولين سبب لدراسة فروقات توجهات البنوك المركزية، حيث أن الفدرالي الأمريكي قد يكون الأسرع مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة وكذلك بنك اليابان المركزي، مما قد يبقي على الدولار الأمريكي قوي مقابل هذه العملات خلال الفترة الزمنية المقبلة. نعم، ولكن تركيز يعني وتأكيدا على كلامك، عندما نتحدث يعني عن الأسواق أو البنوك المركزية، كريستينا لاغارد كانت قد حاولت يعني طمأنت الأجواء بشكل عام أنه لن يكون هناك ارتفاعات قوية. كيف ستكون حركة هذه الارتفاع وعودة الفائدة للارتفاع، وكيف يراها أو يستشعرها المستثمرين أيضا؟ بالتأكيد كما تفضلت، البنك المركزي الأوروبي سيكون مجبر على تسديد السياسة النقدية. تذكرني تصريحات كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بما كان يقوله الفدرالي الأمريكي بداية عام 2021، عندما كان يبدأ بطمأنة الأسواق بأن التضخم سيكون عابر، ثم غير هذه الجملة لتصبح بأن التضخم قد يأخذ فترة زمنية أطول من المتوقع، ثم ما لبث وأن توجه للإشارة لتجديد السياسة النقدية، وهذا باعتقادي سيحصل فعليا في البنك المركزي الأوروبي، حيث أن التضخم في أوروبا ارتفع إلى أعلى مستوى تاريخي منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي أو مجموعة اليورو، ليصل التضخم إلى أكثر من 5%، والبنك المركزي الأوروبي سيكون مجبر على خفض شراء السندات، وقبل نهاية هذه السنة أتوقع فعليا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع واحد على الأقل بالفائدة، لكن إذا قورن ذلك في الفدرالي الأمريكي سيكون الفدرالي الأمريكي قد قطع شوطا كبيرا برفع الفائدة، وهذا ما يبقي على فروقات أسعار الفائدة لصالح الفدرالي الأمريكي وبالتالي لصالح الدولار الأمريكي على المدى المتوسط والطويل. كيف سيكون تأثير ذلك أيضا على الأسواق الآسيوية عندما نتحدث عن اليوان الصيني وأيضا الين الياباني؟ الآن إذا نظرنا إلى آخر تحركات بنك الشعب الصيني، لاحظنا أن بنك الشعب الصيني اتخذ خطوات لتحفيز الاقتصاد، وذلك في ظل أزمة جديدة قد يعاني منها الاقتصاد الصيني متمثلة في قطاع العقار، وهذا أيضا يعطي سبب للاعتقاد بأن بنك الشعب الصيني قد لا يستطيع تجديد السياسة النقدية على الأقل حتى منتصف هذه السنة. بالنسبة لبنك اليابان المركزي فهو واضح جدا عندما أشار بأن التضخم ما يزال منخفض، وهذا ما سيبقي على الأرجح سياسات البنك المركزي الياباني على ما هي عليه عند مستويات فائدة هي الأدنى على الإطلاق، وكذلك ضخ سيولة نقدية بالتريليون الين الياباني إلى الاقتصاد، وبالتالي قد يبقى الين الياباني ضعيف
بشكل ملموس أمام الدولار الأمريكي، وأتوقع أن يصل إلى 116 وربما 117 ين للدولار الأمريكي الواحد، فكلما ارتفع هذا الرقم يعني قوة للدولار الأمريكي. أما بالنسبة لليوان الصيني فهناك عدة ظروف قد تحكم تحركاته، لكن بشكل عام أيضا شهدناه ينخفض نسبيا مقابل الدولار الأمريكي مع زيادة احتمالات رفع الفائدة في الفيدرالي، بينما في بنك الشعب الصيني من المتوقع أن تبقى السياسة التحفيزية للاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة. نعم، سريعا تركيز، كيف ترى أيضا الليرة التركية مقابل الدولار مع كل الظروف التي مرت بها حتى هذه اللحظة؟ الآن بالنسبة للليرة التركية فالمتداولون والاقتصاديون يفتقرون إلى المستجدات. خفض بنك تركيا المركزي أسعار الفائدة إلى 14%، لكن في نفس الوقت قامت حكومة تركيا بمحاولة إصدار تصريحات سياسية وأعمال سياسية لدعم الليرة التركية، مما جعلها تستقر عند 13 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، وبالتالي ستبقى هذه التداولات ضمن نطاق 13 ليرة لكل دولار لحين ظهور مستجدات إن كانت اقتصادية أو سياسية تغير من نطاق التداول بالنسبة للليرة التركية. محلل أول أسواق مالية من إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا لك.